هبطت أسعار النفط الخام لليوم الثالث على التوالي نتيجة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فسجل مزيج برنت انخفاضاً بقيمة 22 سنتاً، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتاً. قال المدير العام لشركة سومو علاء الياسري إن متوسط الإنتاج الشهري ارتفع إلى 3,535,000 برميل يومياً عن شهر كانون الأول الماضي، موضحاً أن الزيادة الأخيرة في معدل صادرات سومو لا تعزى إلى ارتفاع الإنتاج بل إلى انخفاض الاستهلاك المحلي. قالت الشركة العامة للأسمنت في وزارة الصناعة إنها وضعت خطة لزيادة إنتاجها من الأسمنت خلال العام الحالي إلى أكثر من 4 ملايين طن، فيما شكت من ارتفاع أسعار بيع النفط الأسود اللازم لتشغيل معاملها والمحطات الكهربائية والذي يؤثر سلباً على أداء وخطط الشركة. قالت دائرة التجارة في محافظة إيلام غربية إيران إنها صدرت 10,000 طن من الطحين المنتج في المحافظة إلى العراق منذ بداية العام الحالي بسعر يتراوح بين 275 و280 دولاراً للطن الواحد. يذكر أن إنتاج المحافظة من الطحين سنوياً يبلغ 80,000 طن. طالب مدير الزراعة حلبجة بالوكالة ستار محمود ببناء سيلو في المدينة لاستيعاب محصول القمح نظراً لعدم وجود مكان لتخزينه، وهو ما يضطر المحافظة إلى إرساله إلى السليمانية، بينما يبقى القسم الباقي في مخازن مؤقتة غير مجهزة لتخزين المنتوج فيها لوقت طويل. قالت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة إن كميات الشلب المسوقة من قبل الفلاحين والمزارعين في المراكز التسويقية بلغت 104,537 طنا، يأتي ذلك بعد إعلان الشركة إيقاف التسويق في المحافظات، حيث شهد الموسم الحالي ارتفاعا ملحوظا في الكميات المسوقة مقارنة بالعام الماضي.